انها تحل اغلبها. الان بده بيانات الامتحان اللي يكون نوعه عملي. اخذنا هذه الطريقه وعرفناها، حكينا وين بنروح. تمام، بختار الامتحان الان العملي، نوعه طبعا نوع عملي، عملي بكتب كلمه عملي. طبعا هنا بدي كل البيانات وبدي نوع وبدي اكتب كلمه عملي. متفقين على هذا؟ خلاص. وبرفع هاي وبقول له تنفيذ، لقالي مادتين عملي بحفظه. حل رقم واحد، طلعوا واحد واحد، يعني اللي هو رقم واحد حتى ما تغلب حالك ونضيع وقت. بده الامتحان، بده بيانات الامتحانات اللي هذا للنهائي احنا بناخذ اللي بده في التاريخ هذا وقت الامتحان. تمام، احنا بدي اروح اعمل واحد ثاني تصميم. ايوه هاي الامتحان يمكن يكون التاريخ، بدي اختار الكل هنا والتاريخ والوقت ولا لا، واروح انا ارفع هذول الاثنين لانه متضمنين. هذا التاريخ قد ايه بده هان؟ 19/1 لا هذا 2000 12/1 ايوه 1 2000 19. تمام، طلع كيف عملهم لحاله اوتوماتيك عملهم هيك. الان وقت الامتحان واحده، ايوه تمام، نتاكد ما لقى. احنا غلطنا هنا، بدنا نروح نعدل بدل هذه ميم. مسائل هيو ما لقاها برضه. معقول ما في امتحان هيك؟ اذا في الامتحان ما طلع لك بكون حلك تمام غالبا بتكون. خليني اتاكد هل في امتحان هيك؟ قد التاريخ؟ قد التاريخ؟ وين هنا؟ وهذه هي هاي وهذه هذه اللي غلطنا فيها. 2000 تمام، نعمل هيك نتاكد من حالنا. هاي طلع تمام، الهدف انه تكون حالا تمام. هي حلين رقم 2، نروح للثالث. بدنا الامتحانات اللي بتعقد بين مين ومين؟ بين 2/1 وقد ايه؟ 12/10. انتبهوا لانه انا بدي اديكم اليوم نحاول ننهي الوحده هذه. هاي بدي اروح اعمل هاي امتحان، وبدي اروح على كل البيانات، وبدي الامتحانات اللي بتعقد في تاريخ الامتحان ولا لا؟ هنا قلنا بتوين ولا لا؟ بتوين التاريخ الاول الاقل والاكبر. هاي بتوين التاريخ الاقل كم؟ 2/1 2/1 2000 ان، بخلي فراغ بعديها وبكتب ان 1 2000 اتاكد انه حلي تمام. اطلع لي هاي الامتحانات تمام. هاي نعم حفظ موافق. نروح للي بعديها، بدنا بيانات الامتحان اللي في تاريخ 4/1 والقاعة 204، كله هذا من حل. أيوة تمام، بروح بعمل ناخذ مين؟ لا الكل الآن، بعد انك تاخذ التاريخ، تاخذ التاريخ والقاعة، القاعات اللي هو رقم القاعة. هذه بنرفعها وهذه بنرفعها. قد التاريخ؟ لا اللي ما 4/1 لو بدي واحد يكون متابع معي حتى، او هنا نكتب ايه رقم 200 ب 204 على اتاكد انه في بيانات. لا ما في بيانات، بيبقى في خلل. انا المفترض انا اكون ضامن انه في الرقم هذا او القيم هذا 4/1 وب 204. وين ب 204؟ هاي ما في 204، بدي اعمل هنا. وين 4/1؟ هيو 204/1 هذه لا هذه هذه واحد هي تمام. هي لقاه تمام حلي، عدلت البيانات. هو بالامتحان بتكون موجوده اصلا. ايوه بدنا هنا يعرض مين والتاريخ ووقت الامتحان من المراقب. هاي هاي بتنحل على طول، هاي ما بدها غلبه، هاي اضافه. بدنا مين؟ المراقب. وين كمان؟ مش بدك تعمل اول حاجه الكل؟ لا بدون الكل، ما طلب الكل. اطلع بده مين في الاول؟ فبدي اروح هنا اللي هو هادي وتاريخ الامتحان. هي التاريخ، هي التاريخ تمام. وين كمان بده؟ وقت الامتحان والمراقب. بطلنا نعمل الكل هنا.
وهي الامتحان قبل الامتحانات التي بحضرها واسم المراقبة دكتور والمراقب. طلعوا كيف؟ ما رفعت العلامة عليه لأنه ما طلب الكل، طلب بعض البيانات. واضحة؟ هي إغلاق، حفظ، نروح للي بعديها. طلب السابع بده البيانات اللي هذه اللي ما إلها قاعة امتحانات، لم يتم تنسيبها قاعات إلها، يعني اللي قاعاتها فوق اللي قاعاتها مساقط وقاعات بدنا نروح هنا نضغط على ونضغط على الامتحان الإغلاق. هيا بدنا والقاعة رقم القاعة اللي ما فيها بيانات هنا المعيار كيف بدنا نعمل؟ طلع هذه هي نط، احنا كم كم قاعة عندي هنا، والمفروض حل هذه يكون بطريقة ثانية، لكن لأنه ما في عندي تو تيبل والبيانات الحقيقية ما عندي فبدي أخليها لما أدبر لك قاعدة بيانات، لكن بتنحل بطريق لما أدبر القاعدة أو أدبر ملف في قاعدة بيانات أحل لك إياه. يمكن آخر المحاضرة أطلع لك ملف ونحل المثال هذا. هذا خلي النظر على 8 يا دكتور، احنا 7 خليها هي 8 اللي بيبدا القاعات اللي بتبدا بحرف الدبليو كيف بدي احل هذه اللي بتبدا بحرف الدبليو القاعات وين القاعة كيف تبدا بحرف الدبليو ايوه لايك مين قال لايك برافو عليك لايك لايك مو بالضرورة الأول على الدفعة عندكم ياخد علامة كاملة، ممكن اللي بيهتم بالمادة أكتر ياخد أكتر من الأول على الدفعة. أنا ما عندي الأول على الدفعة يعني بدي أطلع على العلامة، يعني لو واحد أخذ علامة أكتر أحط له 100 تمام، لابد واحد ياخد 100 عندي في المادة، لابد واحد ممكن الأول على الدفعة ياخدها وممكن واحد تاني تمام. هاي لايك بيبدأ بحرف إيه هنا؟ دبليو. يا بدي احط هاي في الاول ودبليو ولا احط دبليو في الاول ولا احطهم هيك دبليو بالاول ايوه وهي تنفيذ طلع طلعوا لي الدبليو اللي هو طالبات يعني تمام عرفت اخذناه امبارح اخذناه امبارح في الفيديو هتلاقيها الفيديو بيعمل هاي الفيديو تمام شغال هي اغلاق بدي اروح على اللي هو اللي بعديها بدنا مين الحاق الحاق بيانات المساق شعب 103 هذا الحاق ما اخذناه ولا هذول التادي وهادي وهادي ما اخذناهم بدي اوقف الفيديو اخذنا 7